أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو. سنة كاملة من الألم والمعاناة عاشتها السيدة بشرى من مرض التهاب الكبد من نوع باء، معاناة عاشتها أسرتها الكبيرة والصغيرة، وهي تتألم جراء ما وصلت إليه بشرى من ضعف وزن وقلة الشهية بالإضافة إلى أعراض أخرى. أنا كنعاني من مرض فيروس التهاب الكبد بي مدة سنة دابا، وأنا كنعاني من هذا المرض. كنت كنحس بواحد العياء شديد، ما كنقول القان بقى غير ناسا، ما كنقد ندير الاعمال البيت لا والو. ومن بعد صابني اصفرار شديد في الجسم ديالي كامل وفي العينين ديالي. بالفعل مشيت عند طبيب غير جينيراليست، وقال لي خصك ضروري تديري بعض الفحوصات، لان هاد الليباتيت راه فيه ثلاث انواع، فيه ا و بي و سي. وبالفعل درت تحاليل، ومن بعد فاش خديت النتيجة لقيت عندي ليباتيت بي. بالنسبة للدار ديالي، للوالدة ولا الوالد ولا الأخوات ديالي ولا الإخوان، كل شيء تأثروا، كل شيء تعاطفوا معايا، لا ماديا ولا معنويا، كل شيء بقيت فيه وكل شيء صابوا حزن شديد من اللي تصبت بهذا المرض هذا. ومن طبيعة الحال ملي ما عنديش الإمكانيات باش نشري الدواء هذه، تسدوا عليا جميع البيبان، ومع ذلك حاولت ما أمكن تماسك نفسي وحاولش ما استضعف، وكنطلب الله عز وجل أنه يمن علي بالشفاء، وحاولت ما أمكن تغلب على المرض بأي طريقة. حقا أنا كان مرة كتعجبني الرقية الشرعية، وكنشد إذاعة الحقيقة، وكنشوف الحالات الشفاء، ولكن ما كنتش كنعطيهم واحد الأهمية. وملي تصبت أنا بهذا المرض هذا، وليت كنشوف الحالات اللي كيسرد اللي عندهم نفس، يعني كاين حالات ديال ليباتيت ا و بي و سي، ومن عليهم الله بالشفاء. وقلت ما خسره والو، حتى انا نجرب. ولو في الاول كنت معارضه شويه، ما كنتش مقتنعه بالفكره. وملي تسدوا عليا جميع البيبان وما عنديش الامكانيات باش ندير البراء، يعني وليت توكلت على الله ومشيت للمركز. تملكها احساس الياس من الشفاء، الى ان فرج الله كربها عن طريق مركز الهاشمي للاعشاب الطبيعيه الذي تناولت منه 3 جرعات. تحسنت صحتها من اول جرعه تناولتها، وعند اتمامها لباقي الجرعات شفيت ولله الحمد من مرضها، وهذا بفضل الله تعالى ثم الدكتور محمد الهاشمي. تقريبا ابتداء من الاخر ديال الجرعه الاولى الحمد لله حسيت بتحسن، وليت كنعتمد على راسي وكنمشي للوبيطال بوحدي، يعني بلا ما كيديني شي حد. وليت كنخرج، وليت كنقدر نتحرك، وليت كنصبح الحمد لله موقده، ما بقيتش كنصابه بداك العياء الشديد. وقبل ما ناخذ الدواء ديال الدكتور الهاشمي كنت عيانه بزاف، ما كنتش كنقدر نوقف، كنت عيانه، وليداتي باقين صغار كنشوف فيهم كيتالموا قدامي. يعني الانسان مهما كان كما كان ايمانه بالله تعالى كيتصاب واحد لو تراك، واحد الاحباط ضروري في البدايه. ولكن ملي شت عييت قلت غادي نزيد نكمل مرض على مرض. الحمد لله وليت رضيت بحكم الله تعالى، وقلت خاصني نتعايش بالمرض. الحمد لله واخا هكاك وليت في الاخر تقبلت المرض، وهذه الحمد لله وليت صبرت في الاخر، قلت يحن الله تعالى من عنده. الحمد لله ملي خديت الجرعه حسيت الحمد لله بتحسن كبير، وحتى الوظائف ديال الكبد بالنسبه لي ترونزامينات كل 15 يوم كنديرها المرض غادي وتيهبط الحمد لله. يعني تنشوف ان بالنسبه لغاما ولي ترونزاميناز اسات والاسات كلهم لي زونزيم ديال الكبد، ولو ان الفيروس كان باقي عندي في الجرعه الاولى ولا الثانيه، ولكن الوظائف ديال الكبد الحمد لله مزيان. كتلك لي تا كان ما كتبقاش ليا في كرشي، ولكن الحمد لله وليت كناكل كنهضر مزيان الماكله، اللهم لك الحمد. انا كنصح اي انسان مريض باي نوع من الامراض يكون مستعصي او مرض بسيط يتجه لمركز ديال الدكتور الهاشمي، لان الحمد لله انا خديت العبره من الطب البديل. الحمد لله دواء في المستوى، ودواء ما فيش شي حاجه اللي صعيبه اللي غتاثر لك تبري لك مثلا واحد العضو وتمرض لك عرض اخر. الحمد لله الدواء المكونات ديالو انه من العسل، والعسل راه مذكور في القران فيه شفاء للناس، والماء ديال الرقيه الشرعيه زياده على اعشاب طبيعية،
وطعمها طيب والرائحه ديالها طيبه، يعني الحمد لله ماشي شي دواء اللي صعيب ولا يقدر ياثر لك مثلا على غادي تداوي واحد المرض وتصدق في مرض اخر. اللهم لك الحمد، دواء طبيعي. انا كنشكر الدكتور الهاشمي جزيل الشكر، وكنتمنى ليه كل الخير، والله يجازيه بخير، والله يكثر من امثاله، وكنتمنى ليه مزيد من العطاء ومزيد من الاجتهاد. والحمد لله، راه اللهم لك الحمد عالج الكثير من المرضى، وحتى ملي كنت كنمشي ناخذ الجرع من المقر كنلقى حالات اكثر من الحالات ديالي، امراض مستعصيه خطيره، والحمد لله ومن عليهم الله بالشفاء. اللهم لك الحمد، ويا ربي الله تعاونوا وتوفقوا ان شاء الله فيما فيه الخير.